سلطان السلام المستوى الحزب في نقاش حقيقي مش مصطنع. شفتوا مداخلات للأخوات والإخوة المناضلين مؤتمر جهوي مهم ينعقد في إطار المؤتمرات الجهوية التي يعقدها حزب التجمع الوطني الأحرار على مستوى التراب الوطني، مؤتمر على في جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي يتم مدارستها، ولا الجانب المتعلق بكل ما هو تنظيمي استكمال الهياكل الجهوية، وعلى المستوى الوطني مناقشة التموقع الجديد للحزب اليوم على مستوى رئاسة الحكومة والقيادة الأغلبية، أيضا التحديات المرتبطة اللي كتعيشها واللي كتعرفها بلدنا عموما، إن تلك المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية أو التطورات السياسية. هذه كلها قضايا تمت مناقشتها داخل هذا المؤتمر، وكانت لحظة من أجل التأكيد مرة أخرى على العزم ديال الحكومة أنها تكون إلى جانب المواطنين في مختلف يعني التحديات التي يعيشوها، وأيضا تذكير بالالتزام وبالوفاء بالتعاقدات اللي عقدها الحزب مع مختلف المواطنين عبر مختلف الجماعات الترابية للمملكة. حرص قوي على الحضور الميداني، تمثيلية الحمد لله ودينامية كبيرة يعيش على إيقاعها اليوم الحزب، لقاءات في مختلف الجهات والمناطق، إن على مستوى الهياكل الموازية كالشباب والنساء أو يعني اللقاءات التنظيمية بحال هذا اللقاء اللي رحنا موجودين فيه اليوم. الوفاء ديالكم للحزب ديالكم والتعهدات ديالكم كتجعل منا أننا اليوم كان هذا الاجتماع فرصة للقاء مع المنتخبين ديالنا، وكذلك لنعطيوهم النتائج اللي حصلوا عليهم ونشكرهم على النتائج الجيدة اللي حصلوا في الاستحقاقات الماضية، كذلك كانت فرصة باش نشرحوا لهم شنو هما يعني لي تشالنج اللي باقيين غادي يجوهم في المستقبل، كانت فرصة كذلك للإخوان المنسقين الإقليميين باش يتكلموا على الأقاليم ديالهم كذلك ويشكروا الناس اللي اشتغلوا معاهم في الاستحقاقات، كذلك كانت فرصة مهمة باش نبينوا أنه الحزب ديالنا ملتحم وراء القيادة ديالو وكيتمن العمل الحكومي يعني بكل قوة ديالو، وهو مستعد للاستحقاقات القادمة إن شاء الله، قاد على رفع التحدي وغادي يرفع التحدي إن شاء الله كذلك، لأن جميع المنظمات الموازية جاهزة وحنا خدامين كان نكونوا تنظيمات أخرى باش يمكن لها تساير ما هو جاي. اليوم طلبنا من المنتخبين ديالنا انهم ينزلوا عند الناس الجماعات ديالهم، لان احنا التزمنا مع الساكنه خلال جولات ديالنا اللي مرات في هذه الخمس سنوات، وكذلك عن طريق 100 يوم 100 مدينه، واستعملنا الناس عن قرب المشاكل ديالهم والهموم ديالهم، وكانت فرصه باش نكونوا قراب منهم ونسمعوا الحقيقه ديال اللي كيعيشوها. فمن هذاك الاجتماعات ومن ذوك المشاورات تبلور المشروع الاقتصادي والاجتماعي ديال الحزب ديالنا، وكان لبينه كبيره لبلورات كذلك المشروع السياسي للتجمع الوطني الاحرار. انا على يقين انه التجمع الوطني الاحرار بخير وعلى خير، وانه قاد على رفع التحدي للسنوات القادمه، الوزراء ديالنا في خدمه المغرب وفي خدمه كذلك التجمع الوطني الاحرار يعني ليدوليونس ديال الجماعات ديالنا. انا جد فخور بهم وافتخر بالشباب ديال الجهه، لانهم داروا واحد العمل جبار لا من ناحيه لا من الشباب او الشابات. ولكن الحقيقه الاخوه اليوم بالحقيقه اجتماع ناجح بكل المقاييس، اولا بالحضور ونوعيه الحضور، المنتخبين، رؤساء الجماعات، البرلمانيين، المناضلين ديالنا، الشباب، المرأة، التنظيم ديال المنتخبين. لقاء ناجح كذلك من حيث المداخلات اللي كانت تميزت بالصراحة، وتميزت كذلك بالالتزام ديال جميع الإخوان اللي حاسين بأن هناك مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين، إن الآن القناعة راسخة بأنه العمل ديالنا خصو يبان في الميدان، يبان تجاه المواطنين، ونزيدو نقويو تلك الثقة اللي بنيناها
مؤثرات هذه الخمس سنوات ولا الست سنوات الماضيه. النقطه الثانيه اللي كذلك برزت بشكل قوي هو المسانده القويه للحكومه ديالنا اللي تشتغل يعني بكفاءه وبمقدوره وبإسراء كذلك لابراز العدد ديال الاصلاحات. الاصلاح خصو اراده وخصو اداره. اذا الحمد لله الاراده متوفره وبرزت كذلك في عن طريق البرنامج الانتخابي ديال حزب التجمع الوطني الاحرار واللي برزت كذلك بقوه في البرنامج الحكومي. والاداره ديال هاد الاصلاحات متوفره لان الاداره ديال الاصلاح كذلك عندها قيمه كبيره وتتطلب الكفاءه وتتطلب الرؤيه وتتطلب كذلك التعبئه. واعتقد الرساله اللي يمكن لي ناكد عليها وهو ان هاللقاء كان تعبويا بامتياز لانه احنا محتاجين اننا كنا نخرطوا في هذا المشروع اللي تيحمل الحزب والمشروع اللي تيهم بلادنا اساسا واللي تيقود سيدنا يعني بهذا الرؤيه ديالو باش ان شاء الله ان المغرب دائما يكون في المصاف ديال الدول كيف تنحلموا به وكيف تنأملوا به باش نتجاوبوا مع الطموحات ديال المغاربه. هذه الامكانيات خاصه اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات، شو اللي ادى للوضعيات؟ اللي ادى للوضعيه هو انه الامكانيات اللي كانت عند الدوله مشينا كنستثمروه في مجالات ديال الدعم المباشر. كندعموا باستهلاك وما كنستثمروش. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.